إخوة الأخوات، السلام عليكم. أتمنى تكونوا بخير، الطيارات ديالكم بخير. أتمنى تكونوا شفتوا الفرق في الطيور ديالكم بعد هذا التريتمون اللي درنا ديال الطيور ديال البلونشيمو، وبعد التريتمون الأخير ديال الديدان. حيت أنا عارف التريتمون ديال الديدان راه كيبين الفرق على الطيور بالنسبة اللي عمره ما دار التريتمون ديال الديدان. الموضوع ديال اليوم ان شاء الله غيكون حول التجهيز ديال الطيور. التجهيز ديال الطيور كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه راه كيبدا من البداله. من البداله وحنا كنتهلاو في الطيور ديالنا حتى كنوصلوهم لفتره الراحه. ملي كيبداو يخرجوا من فتره الراحه كنبداو ديك الساعه كنجهزوا في الطيور تقريبا في الاواخر ديال شهر 12 في كيبدا التجهيز. ولكن التجهيز ما كيبداش بديك الطريقه اللي كنجهزوهم بالمواد الكيميائيه ولا بالطريقه ديال كما غنشرحوا اليوم. التجهيز كان عن طريق الإضاءة، تنظيم الإضاءة للطيور والأكل، حيت الأشياء اللي كتساعد في التجهيز ديال الطيور في الطبيعة. راحنا ندوي على الطبيعة بصفة عامة. الطيور في الطبيعة كتجهز أشياء، الشيء الأول اللي كتجهز به هو الإضاءة. النهار ملي كيبدا يطوال كيوصل الأواخر ديال شهر جوج كيبدا يتقاد النهار كيبدا يتزاد باش يولي يلاه 13 ساعة 14 ساعة. حيت ملي غتوصل 13 ساعة عادة كيبدا الإنتاج تا الأواخر ديال شهر 6. أواخر ديال شهر 6 راه تقريبا كيوصل تا 15 ساعة 14 ساعة. العامل الآخر اللي كيساعد في تجهيز ديال الطيور هو الأكل. الأكل داكشي علاش قلت لكم في الفيديو اللي كنا درنا ديال البداية ديال تجهيز ديال الطيور تنظيم الاكل. والاكل كنبداو نزيدو فيه بروغريسيفمون، كنزيدو فيه بطريقه بشويه بشويه باش الطيور تعود على الزياده في الاكل وتعود على الاكل اللي غتوكل به الفراخ ديالها ان شاء الله، وتعود على ديك الاكل اللي راه غادي كيتزاد. ماشي غير نواصلو فتره الراحه كيكون الطيور بدات كتنقص من الاكل وحنا نزيدوها في الاكل بصفه كبيره، ديك الساعه النهار كيكون قصير. يلاه كيبدا يكون نهار قصير ما كيكونش الطائر كيهضم هذيك الاكل كامل، يعني كنزيدو بشويه بشويه. انا صايبت لكم واحد الطابلو او في شهر جوج وفي شهر ثلاثة. شهر جوج بالنسبه للكنار وشهر ثلاثة التكمله ديالو على حساب اللي بغى يكمل معنا على حساب المقنين. هاد الطابلو خاص بالحسون وبالكنار. في هنايا ها هو شهر جوج وشهر ثلاثة فيفري ومارس. هنا عندنا الأيام، هيا كما كتبان لكم هنا. هنا عندنا الأيام، هو من واحد حتى 31 يوم ديال الشهر. هنا عندنا شهر جوج، هادو لي بواسون والشراب. الشراب اش كنديرو في الشراب هو في هاد الجدول اللي كاين هنا. هنا عندنا الفيرتيفيت، هنا عندنا الباطي زائد الفيرتيفيت. الباطي زائد الفيرتيفيت اللي كنقدمو للطيور هنا ماشي بحال الذكر بحال الانثى. هنا عندنا الذكور وهنا عندنا الاناث، ونفس الطريقه هنا. هنا راه شهر 3 شهر مارس، هنا عندنا لي بواسون الشراب داكشي اللي كنديرو في الماء، وهنا عندنا الباطي زائد الفيرتيفيت. اي بلاصه فيها اوكي يعني هذاك النهار غنعطيوه. بحال دابا هنايا في شهر 3 واحد في شهر 3 باطي زائد فيرتيفيت اوكي اوكي. بالنسبه لشهر نهار واحد شهر واحد يعني غنعطيوها للذكر وغنعطيوها للانثى. بالنسبه لهنا نهار ثلاثة في الشهر غنعطيوها غير للانثى ما غنعطيوهاش للذكر. الذكر ما غنعطيوها ليه حتى نهار 6 في الشهر حتى نهار 5 في الشهر. هذا هو الطريقه ديال باش تتبعوا معايا الفيديو الطابلو ان شاء الله. الطابلو راه خليته لكم واقف باش اللي بغى يطبع يشوف ويصوروا ولا يعاود يرسم واحد بحاله. بالنسبه نبداو الشراب. الشراب اول حاجه الطريقه اللي كنستعمل انا في الشراب، اي حاجه كنعطيها للطيور راه ما كنعطيهاش ليهم نهار واحد، كنعطيها ليهم على الاقل 3 ايام ولا 4 ايام حتى 5 ايام باش كيستافد من هذاك البرودوي اللي كندير ليه في الشراب. لا عطيتو ندويو على خل التفاح ولا على فيتامين ولا على بروبيوتيك ولا على اي حاجه كنعطيها للطيور راه غنعطيها ليهم 3 ايام حتى 4 ايام. النهار الاول بحال اللي غنبداو بشهر جوج غنبداو بشهر واحد في الشهر، من واحد في الشهر حتى نهار 4 في الشهر
غنعطيوهم خل التفاح ولا ديجيست. ديجيست راه هو المنظم ديال الحموضه، حيت خل التفاح اش كيدير؟ كينظم الحموضه اللي في المعده ديال الطيور، حيت الحموضه هي السبب، ملي كتبدا تخربق هي السبب ديال الميغا بكتيريا. هذا موضوع اخر، حتى شي نهار ندوي على الميغا بكتيريا بوحدها، راه هي اللي مكرفصه اي مربي راه كتكرفص عليه صراحه، وضروري ما كيدوزها، وخصوصا بالنسبه للمقنين. بالنسبه لغندوي على الشراب، شهر جوج من واحد حتى نهار ربعه في الشهر غنعطيهم خل التفاح ولا ديجيست واحد فيهم، من نهار خمسة حتى نهار سبعة ماء عادي، نخليو لهم الماء عادي، ماء عادي باش يلا كتعود تاني المعدة ديالهم عادي. من نهار 8 في الشهر حتى نهار 11 في الشهر كنعطيهم فيتامين، اي فيتامين عندك غتعطيه منهم، فيتامينات راه عطى الله. انا هذا هو الفيتامين اللي كندير وما كنتخلاش عنه، اما الفيتامينات راه عطى الله. الفيتامينات كاين بزاف ديال الفيتامينات، غتختار الفيتامين اللي غتخدم به وغتتبع. نكملوا الموضوع ديالنا، من نهار 12 حتى نهار 14 في الشهر ماء عادي. البروبيوتيك، بالنسبه للناس اللي عندها بروبيوتيك كديرو في الماء، راه غديرو في الماء. لا عندك بروبيوتيك ما كيديرش في الماء، غديرو في الباطي، وهاد البلاصه ديال البروبيوتيك تعطيهم الماء. هنا كندير بروبيوتيك نهار 15 حتى نهار 18، علاش قلت لكم 4 ايام؟ باش الطائر كيستافد من هذاك البرودوي اللي غنعطيو ليه. من نهار 19 حتى نهار 21 ماء عادي. هاد الفيتامين، فيتامين او بلس سيلينيوم، هذا راه ضروري في التجهيز، غنعطيه للطيور من نهار 22 حتى نهار 25. هما في القنينه راه كيقول لك خاصك تعطيه خمس ايام متتابعه، حنا غنعطيو لهم 4 ايام متتابعه، من نهار 22 حتى نهار 25 متتابع، ايام متتابعه. هذا راه كنديرو 5 مليلتر في الاترو، 5 مليلتر في الاترو. وفي الاخير ديال الشهر، بالنسبه لهذا الشهر فيه غير 28، في الاخر ديال الشهر الا كانت 29 راه غنديروا 4 ايام ديال افيكول، كانت 28 غنديروا 3 ايام ديال افيكول. ضروري من الافيكول في الاخر ديال الشهر، ضروري منه باش يلاه نطهروا الكبد ديال الطيور من هاد كامل هاد البرودويات اللي كنعطيوهم. ضروري الخوت من افيكول ولا من سيدوكول، ضروري من شي مطهر ديال الكبد، راه كيعطى الله مطهر ديال الكبد وعطى الله الانواع ديالهم. ما بغيتيش تاخذ هذا، كاين سيدوكول، كاين بزاف ديال الانواع. 3 ايام الاخيره في الشهر غنعطيو لهم افيكول. نعاود معاكم من الاول ولا كيف كيبان الموضوع؟ راه باين. ندوزو دابا الباطي ونعاودو نشرحو هاد القضيه ديال الشراب، نشرحوها في هاد الشهر مارس. الباطي هنا عندنا باطي زائد فيرتيفيت، ماشي غنقول لكم باطي زائد فيرتيفيت يعني ما غنديروش فيها كالسيوم، ما غنديروش فيها بروبيوتيك، ما غنديروش فيها سبيرولينا، عطى الله ما يدار فيها. هي حنا كندويو على الحاجه ديال التجهيز. نهار واحد في الشهر غنعطيو الباطي للاناث بوحدهم. علاش كنعطيو الاناث اكثر من الذكور؟ حيت الاناث واخا كتشحم راه ما كيبانش عليها داك التشحم في وقت الانتاج، وبالنسبه للانثى راه مزيان تشحم واحد شويه كيساعدها وقت الانتاج، اما الذكر اللي شحم لينا راه ما غيخدمش لينا. بهذه خوذه باليقين، علاش ضروري في الغرفه ديال الانتاج كيكون عندك واحد اربعه ذكور ولا خمسه ولا ثلاثه ريزيرف كما كنقولوا لهم، ريزيرف على حساب لا تشحم لك شي طائر من ديك الطريقه ديال الاكل اللي كان كيوكل مع الانثى الوليدات وشحم لك بسرعه، راه ضروري غتعزلو غدير واحد اخر بلاصو. نهار واحد في الشهر غنعطيو الباطي زائد الفيرتيفيت للانثى، ما غنعطيوش للذكور. نهار جوج في الشهر غنعطيو للذكور باطي زائد الفيرتيفيت، ما غنعطيوش للانثى. نهار ثلاثة ما نعطيوش لا للانثى لا للذكر. نهار أربعة ما نعطيوش للذكور، غنعطيو للإناث. داكشي علاش كنقول لكم خليو الإناث مجموعين باش يسهلوا عليكم عملية ديال التجهيز. ملي كيكونوا الإناث مجموعين في قفص واحد على الأقل أربعة ولا خمسة في سيباراسيون ولا في قفص كبير، راه كيسهلوا عليك الإنتاج التجهيز. نهار خمسة غنعطيو للإناث وما نعطيوش للذكور، ما غنعطيوش لا للإناث لا للذكور. نهار خمسة ونهار ستة غنجيو لشهر نهار سبعة في الشهر ديال جوج غنعطيو للذكور، غنعطيو للإناث ما نعطيوش للذكور. غنعطيو تاني للذكور نهار 8 في الشهر
وما نعطيوش للإناث. كما كيبان لكم انا راه كنعطي للذكر بحال دابا هنا نهار وما نعطيهمش واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة حتى النهار السادس الثاني، هذا غنعطيهم. هذه هي الطريقة اللي غنتبعوها. هنا راه كنعطيهم يومين 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 الفرق ما بين الإناث. غنجي حتى نهار 13 في الشهر غنولي نعطي للأنثى نهار ونهار لا، نهار ونهار لا، نهار ونهار لا، باش نجهزها، حيت الأنثى خاصها تجهز قبل من الذكر. الأنثى راه خاصها تجهز قبل من الذكر، ماشي خاصها تجهز قبل من الذكر، الذكر هو اللي خاصو يجهز قبل من الأنثى، ولكن الأنثى كتكون صعيبة شوية في التجهيز، داكشي علاش كان هي اللي خاصها تستافد من هاد الفيرتيفيت بكثرة. كما كيبان لكم هنا كنولي يوم ويوم لا كنعطي للأنثى. وبالنسبة للذكور كنبقى غادي معاهم بنفس الطريقة بنفس الوتيرة. غندوزو لشهر ثلاثة، مني غنوصلو لهاد الأخير ديال الشهر الذكور ولا الإناث ديال الكناري راه غيكونو جهزو ووجدو بالنسبة لهاد الطريقة ديال التجهيز. وبالنسبة ديال الإضاءة اللي غتكون وصلات ليهم 13 ساعة راه غيكون الذكور والإناث وجدو. أنا علاش مبغيتش نصور لكم هاد الفيديو دابا في الغرفه ديال الطيور، حيت بلا تجهيز غير بالتنظيم ديال الاضاءه وبالاكل، التنظيم ديال الاكل الجيد، الطيور راه من هنا كيتسمعوا لكم، راه الصداع تجهيز والنداءات ديال الاناث والذكور تغريد بقوه. داكشي علاش انا خليت نصور لكم في هذه البلاصه باش بنادم يستافد وتسمعوا اي كلمه تسمعوها. غندوزو لشهر ثلاثة. بالنسبه للي بواسون، بالنسبه للشراب، كما قلت لكم خل التفاح ولا ديجيست، راه كاين كنديروا خل التفاح اللي كينظم لينا الحموضه ديال المعده ديال بي اش المعده ديال الطيور، كاين ديجيست، كاين بزاف ديال البرودويات اللي كينظموا البي اش الحمضيه ديال المعده ديال الطيور. غنعطيو ليهم واحد جوج ثلاثه اربعه، اربع ايام متابعه، أربعة أيام ديال الماء. هنا علاش تقول لي علاش 3 أيام وهنا 4 أيام؟ هنا هاد الشهر، هاد الشهر فيه غير 28 يوم، هاد الشهر غيكون فيه إن شاء الله 31 يوم ولا 30 يوم. هنا 4 أيام ديال الماء، فيتامين عادي 4 أيام، 4 أيام ديال الماء، بروبيوتيك 4 أيام متتابعة، 4 أيام ديال الماء، فيتامين أو 4 أيام، وأفيكول 3 أيام الأخيرة ضروري من الأفيكول كما قلت لكم. بالنسبه للذكور هنا كما كيبان لكم هاد الطابلو في الاخير، هنا راه غنكونوا ديك الساعه جهزنا الكناري ديالنا بدا كيخدم. هنا غنكملوا التكمله مع الحسون، هذا اللي ما خدم، اللي باقي ما جهزوش ليه الطيور ديال الكناري راه غيكمل في شهر ثلاثة التجهيز ديالهم، اللي جهزوا ليه راه غيبدا خدام بهم وغيكمل التجهيز ديال الحسون ديالو في شهر ثلاثة. بالنسبه للذكور كنولي كنعطيهم الباتي كل 4 ايام، 1 2 3 4، نهار الخامس غنعطيه باتي، 1 2 3 4، نهار الرابع، كل 4 ايام غنعطيهم باتي. بالنسبه للذكور كما كيبان لكم بحال هنا غنعطيهم نهار 1 في الشهر، غنعطي للذكور نهار 5 في الشهر، غنعطي للذكور نهار 9 في الشهر، غنعطي للذكور نهار 13 في الشهر، غنعطي للذكور ثاني باتي زائد فيرتيفيت نهار 17، وهكذا توالي تيسالي الشهر ان شاء الله. بالنسبه للاناث غنولي نعطيهم يوم ويوم لا، كما هنا في الاخير يوم ويوم لا، نهار واحد، نهار جوج لا، نهار ثلاثه، نهار خمسه، نهار سبعه، نهار تسعود، نهار 11، وغنتم غادي غنعطي يوم ويوم لا. هذه هي الطريقه اللي كنتبع انا شخصيا، ماشي غنقول لكم هذه الطريقه اللي خاصكم تتبعوا نتوما، ولكن الطريقه اللي كنتبع انا وخدامه معايا، لا التجهيز ديال الكنار في شهر جوج ولا التكمله ديال شهر ثلاثة. بالنسبه للكنار راه كاين اللي ما كيجهزوش، ماشي كلشي كيجهز لك في الاخر ديال شهر جوج، راه كاين اللي كيبقى حتى لشهر نصف شهر ثلاثة عاد كيبدا يخدم لك البط الاول، يعني اللي ما بداتش خدام لك في هذا الاول ديال في الاخر ديال شهر جوج راه غتكمل في التجهيز ديالو مع تيبدا يبان لك راه الذكور بدات كتجهز. ملي كيبان لك الذكر ديال كيفاش كيجي تعرفوا راه جهز، غنديروا ليه موضوع بوحدو. الذكر ملي كيبدا يجهز راه ما كيبقاش مديها في الاكل، وكيبدا يضعاف، وكيبدا يبان الرقص ديالو على التغريد، راه ماشي هو التغريد العادي اللي كنسمعوا دابا ديال الطيور. التغريد كيولي كيبان لك الطائر كيوقف واقف صين وكيحط رجل وكيهز رجل
وكيولي كينقز ملي كتفتح ليه باش يشوف الانثى، كيولي كيغرد عليها بقوه وكينقز عليها من طرف ديال القفص القفص. ديك الساعه كنعرفوا الذكر راه جاهز، اما ان الذكر جالس بلاصتو وكيغرد راه باقي ما جهز، ما نزربوش الخوت ويولي يخرج لينا البيض خاوي. نجهزوا الذكور ديالنا مزيان ونجهزوا الاناث وراه باقي الوقت. شي ملي غتخدم في النص شي نخدموا حتى النهار 20 في شهر 3 راه غتخدم البطل الاول والبطل الثاني والبطل الثالث والبطل الرابع على كنتي باغي، وغتخل تكمل في الاخير ديال شهر 6. راه لحسبتيها غنخدموا في شهر 3 البطل الاول، نخدموا في شهر 4 البطن الثاني، نخدموا في شهر 5 البطن الثالث، نخدموا في شهر 6 البطن الرابع، وفي الاخر ديال شهر 6 نجمعوا الطيور وكيدخلوا للبداله. هذه لا عطينا شهر صيد للطائر، الفتره ديال الحضن والفتره ديال الحضانه ديال الدراري باش كتوكلهم، حيت ملي غيوصلوا 15 يوم راه غتفرقهم والانثى غدير بطن ثاني. يعني شهر بشهر بشهر لحسبناها من شهر 3 حتى لشهر 6 راه عندك 4 ديال البطون تبارك الله اللي غيتخدم فيهم بنادم ما يزربش، وبشويه بشويه وغنخدموا ان شاء الله. بالنسبه للفيرتيفيت راه هي هادي، انا راه باقا عندي من العام اللي فات وخدامه باقا هي هي. وبالنسبه للفيتامين او بليستينيريوم هو هذا اللي داير لكم هنايا، البروبيوتيك هو هذا اللي كنستعمل انا، الفيتامين هو هذا، المطهر ديال الكبد هو هذا، هذه سبيرولينا راه هي كنديرها للطيور في الباطي. بالنسبه للحاجه اللي غنديروا مع الباطي، نهار غنديروا مع الفيرتيفيت، نهار غنديروا سبيرولينا، نهار غنديروا كالسيوم، نهار غنديروا بحال دابا هنا عطيناها باطي زائد فيرتيفيت، في فيرتيفيت غنعطيوها معاه سبيرولينا، المره الجايه غنعطيوها معاه كالسيوم، المره الاخرى غنعطيهم باطي زائد فيرتيفيت زائد خميره البره. وغادي كل مره وكنبدلوا الطيور تجهز ان شاء الله. هذا هو الموضوع الاخوان، نتمنى تكونوا استفدتوا. بالنسبه للورقه راه خليتها لكم بلاصتها باش اللي بغى يدير سكرين الصوره ويشوفها ان شاء الله. بالنسبه للموضوع الجاي اللي غندويو عليه هي على غنكملوا الطريقه ديال التجهيز ديال الطيور، نوريكم الاخطاء اللي كنديروا في التجهيز. كل واحد راه كيدير بعض الاخطاء بالنسبه، حيت الوقت كيبان ليا درنا في هذا الموضوع بزاف. غندويو على الاخطاء اللي كدار في التجهيز ونتمو غادي فيديو بفيديو مرحله بمرحله، ما نسبقوش المراحل. يلا الاخوان السلام عليكم.